أهلا وسهلا بكم في قناتي. لوصفة اليوم لدينا بعض البسكوت البرتقال التركي. إنها مختلفة قليلا عن البسكوت العادي لأنها طرية من الداخل مثل الكيك. طعمها جيد مع كوب شاي. لنبدأ بالوصفة. في وعاء كبير أضيفي نصف إصبع زبدة ونصف كوب من السكر. اخلطيهم جيدا. أضيفي بيضتين واخلطيهم جيدا. أضيفي نصف كوب زيت واخلطيها جيدا. أضيفي عصير من برتقالة وبرش من برتقالة واخلطيهم جيدا. وأضيفي ملعقة كبيرة من الفانيليا اخلطيها. ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة كربونة ونصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر. أضيفيهم واخلطيهم جيدا. ثم أضيفي 3 أكواب من الطحين واخلطيهم جيدا. قد تحتاجي إلى استعمال إيدك. يجب أن تكوني قادرة على صنع كرة بسهولة. ضعي بعض السكر في طبق وخذي بعض من الخليط واصنعي كرة، ثم قلبيها في السكر. استمري في باقي الخلطة. باستعمال المقص اصنعي حرف X وأكملي مع البقية. حان الوقت للخبز. سخن الفرن إلى 175 درجة مئوية أو 350 فارنهايت وخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون من الأسفل. ثم اشوي السطح حتى يصبح ذهبية اللون. الآن تم انتهاء من حلويتنا اللذيذة. إنها صلبة قليلا من الخارج ولكنها ناعمة جدا في الداخل. لنبقي نظرة. إذا أعجبك هذه الوصفة من فضلك لا تنسي الإعجاب والمشاركة والاشتراك. شكرا لكم.